السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج روشيتا. عنوان برنامجنا النهاردة روشيتا هيتكلم عن حاجة مهمة جدا، القلب. القلب هو المهيمن على جميع حواس الجسم، كل أعضاء الجسم القلب هو المهيمن عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد لمضغة لو صلحت لصلح الجسد كله، ألا وهي القلب. موضوعنا النهاردة هنتكلم عن القلب وما يتعلق من القلب. القلب بيحزن بيأثر عليه، طب القلب لو فرح هيتأثر عليه، القلب لو اتكسر ده يأثر عليه. كل الحاجات دي كلها هنعرفها من دكتور شريف حسين، استشاري القلب والأوعية الدموية والأسطرة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك أستاذ هاني، منورنا النهاردة في قناة الصحة. ربنا يخليك، متشكر ليك يا حبيبي. دكتور، في بداية حديثنا النهاردة هنتكلم عن القلب. القلب أكيد حضرتك في كلية الطب لما كنتوا بتدرسوا القلب بتشرحوا القلب وبتشوفوا القلب ده، تلك المضغة اللي هي بتقعد من يوم ما الإنسان بيتولد أو ما يوم بيبقى جنين إلى أن يتوفاه الله وهي تنبض، تلك المضغة وظيفتها اللي هي تقعد تدق طول العمر. طيب ياريت تقول لي وظيفة القلب وتعرف لي القلب هو إيه. في ناس كتير جدا قلبها موجود بس ما تعرفش القلب اللي جواها ده إيه. ياريت تقول لي وظيفة القلب إيه. هو حقيقي بداية موافقة جدا يا أستاذ هاني، فعلا يعني ناس كتير يعني تعرف القلب وتسمع عنه وشافته وهم صغيرين في المدارس، لكن يمكن هبسط الامور شويه للناس واقول لهم ان القلب ده فعلا هو كل شيء، هو فعلا كل شيء، هو كل شيء، لان هو فعلا مكانه، حتى في لو بدانا كده مكانه فين اصلا؟ مكانه في المنتصف، كانه هو ماسك الجسم كله، ماسك في المنتصف. في ناس فاكره مثلا القلب في الشمال، هو حي في المنتصف، يمكن شويه يميل الى اليسار لكن هو فعلا في المنتصف. القلب ده عباره عن عضله متحركه، عضله بتضخ الدم للجسم كله. كل وظيفتها الاساسيه هو ضخ الدم بالمحمل بالاكسجين الى جميع اعضاء الجسم. فهو تقريبا هو المهم، لانه هو المهيمن على وصول الاكسجين لجميع اعضاء الجسم. بدونه مفيش دم واصل للاعضاء، بدونه مفيش اكسجين واصل للاعضاء، بدونه يتلف جميع الاعضاء. قد ايه هو في غايه الاهميه. القلب عباره عن غرف زي الغرفه اللي احنا فيها دي، والغرفة عبارة عن إيه؟ عبارة عن جمال جواه. ما بين غرفة وغرفة باب، سبحان الله، بيبان بيسموها الصمام، صمام القلب. القلب عبارة عن غرف بيودي الدم من اتجاه إلى اتجاه آخر، سبحان الله. الدم لما بيتحرك من مكان لمكان الباب بيفتح ويقفل، يفتح فيخلي الدم يروح من غرفة لغرفة، يقفل عشان الدم ما يرجعش تاني عشان يكمل مسيرته. إذا حدث خلل في حركة الدم ديت يشتكي القلب. إذا حدث خلل في الصمام اللي هو لما يقفل يمشي الدم، ولما يبدأ إن هو يقفل ما يرجعش الدم، يفتح الدم يتحرك، سبحان الله، كأن هو في تناغم رهيب جدا ما بين القلب وبين غرف القلب وما بين صمامات القلب، تقفل في وقت معين وتفتح في وقت معين، تضخ الدم للجسم كله بتناغم رهيب. حتى القلب نفسه هو مضخة صحيح، لكن هو نفسه يعجب الانسان، هو نفسه برضه محتاج غذاء. من اين ياتي الغذاء؟ من ازاي يدي؟ ازاي نفس القلب اللي هو اصلا عضو صحيح مهم جدا وبيضخ الدم للجسم كله، طب هو نفسه محتاج دم، هو نفسه محتاج شرايين تغذيه، عشان كده هو نفسه بيغذي نفسه بنفسه. القلب هو بيضخ الدم الى الشريان الاورطه، يبدا يتفرع عليه من شرايين منه اسمها الشرايين التاجيه، عامله حوالين القلب غطاء، عامله حوالين القلب زي تاج اسمها الشريان التاجي او الشرايين التاجيه، تاج حوالين القلب. يبدا الدم يتفرع ويدي شعيرات رفيعه متصله ببعض توصل الدم الى جميع خلايا عضله القلب، فتدي حيويه وتدي تدفق. اذا حدث مشكله في الشرايين الرفيعه دي، الشعيرات الرفيعه دي، اي خلل فيها، اي تدفق دم بسيط او قل، أو حصل انسداد، ما يسمى تسمع كده عن انسداد في الشريان التاجي، ده جاله جلطة في الشريان التاجي اللي هو الجميل ده الرفيع ده، يحدث عدم وصول
أو تأثر في وصول الدم إلى عضلة القلب، هنا يحدث ما يسمى بالأزمة القلبية أو الشكوى، شكوى القلب. يبدأ المريض يشكي من بعض شكاوي القلب. سبحان الله، تناغم رهيب. القلب، احنا لسه كنا حاضرين عملية قلب مفتوح من أيام، سبحان الله. القلب عشان تعمل عملية قلب مفتوح مضطر أن أنت توقف القلب بطريقة معينة وتبدأ أن أنت تشتغل والقلب متوقف، وتبدأ فيه جهاز خارجي هو اللي يعمل عملية نقل الدم. الله، سبحان الله، إزاي القلب توقفه وبعد كده ترجع بعد ما تخلص العملية وتوصل الشرايين وتعمل أو تغير صمامات أو تقفل ثقب في القلب أيا كان، يرجع تاني القلب ينبض. طب دكتور، بس يعني هقطع حضرتك في النقطة دي، في عمليات القلب المفتوح القلب نفسه بيتوقف عن الحياة، بيتوقف عن الدق، يعني ينبض خالص، وبيبقى في للجسم الإنسان دوت في جهاز آخر هو اللي بيقوم بعملية وظيفة القلب إلى أن يتم تغيير الشرايين في القلب. صحيح. ثم بعد ذلك، طب إزاي القلب بعد ما بيتوقف خالص بيرجع يشتغل تاني؟ سبحان الله. يعني دي بقى دي قدرة إلهية، ولا دي بتبقى برضو مع الطبيب، برضو دي يعني فن من الطبيب برضو، ولا ياريت توضح لنا دي؟ طبعا سبحان الله، ربنا جعل في القلب كهرباء تلقائية هي اللي بتطلع نبض القلب، وموجودة في تحديدا في الأذين القلبي. يعني القلب عبارة عن أذين وبطين. سبحان الله، في زي عضلة صغيرة جدا بتطلع نبض القلب، وهو ده اللي بينبض لوحده تلقائيا. إذا توقف القلب لغرض طبي، إحنا ممكن ندي أدوية ونبدأ يحصل صدمة كهربائية نرجع الضربات ديت إلى طبيعتها. في وقت العملية ديت إحنا بنشتغل على جهاز ماشين كامل بيشتغل بيوصل الدم لجميع أعضاء الجسم بطريقة معينة. لكن احنا عشان عارفين ان ربنا خلق لنا هذه المضغة العضلة البسيطة دي اللي بتوصل الكهرباء من الأذين البطين، كهرباء اوتوماتيكية رهيبة جدا في منتهى الجمال، بتوصل بإنسابية. اذا حدث مشكلة في كهربة القلب يحدث ما يسمى بخلل في ضربات القلب، وينتج عنه اعراض ايضا لضربات القلب، ونسمع اللي عنده خفقان واللي عنده ضربات قلب سريعة، كل ده هنروح له. علم كبير كهربة القلب، وعلم للشرايين القلب، وعلم لعضلة القلب، وعلم لصمامات القلب. احنا نتكلم على بحر. طيب، هنروح ناخد اتصال ونرجع للقلب وبحر القلب. استاذ عادل من اسيوط، اتفضل. الو، بارك الله فيكم في البرنامج الجميل واسرة البرنامج والدكتور الجميل بتاعنا. ومعلش انا في سؤالين معايا كده. اتفضل يا فندم. بالنسبه للوالده، يعني هي سنة 60، عندها ضعف عضله القلب، وقال عاوز يتغير شريان منيهم بس عشان السن يعني، فهي تاخد مضادات بول وريفوزبير علاج السيوله، فبيعملها بعض الجلطات الدمويه في اليد ونحته بسيطه مع الكحه، وخدت علاج وعملت الصدمات الكهربيه دي في مستشفى بتاعت القلب، وبعد كده ما اتحسنتش على العلاج، ودلوقتي ماشي على العلاج يعني احسن من الاول. دلوقتي هي عندها ميه بيضاء، هل لو قعدت 10 15 يوم ينفع تحمل عمليه الميه البيضاء وتوقف ادويه السيوله؟ طبعا لازم ترجع لدكتور القلب تاني. حاضر. كنا عايزين نسال الدكتور بتاعنا، وفيكم البركه وفي البرنامج الجميل. حاضر، شكرا لاتصالك، وهيجاوبك دكتور شريف يا فندم. شكرا لاتصالك. دكتور شريف، طبعا سمعت السؤال بتاع السيد، هو سؤاله بيتكلم ان هي مريضه وتعبانه، في ميه على عينيها وفي القلب، وعندها محتاجه عمليه لميه بيضاء حوالين العين. هو الحقيقي ده بيعتبر عمليه خفيفه جدا، بسيطه جدا، غالبا لا تحتاج الى اي تدخل من طبيب القلب، سواء بتدخل ان هو يوقف ادويه السيوله او ادويه مديره للبول او اي ادويه لعضله القلب. فعلى بركه الله سير، على بركه الله، توكل على الله، اعمل العمليه، الا اذا كان في تنبيه من طبيب الرمض او طبيب متخصص ان هو ترجع للطبيب بتاعك عشان يديله تفصيل عن الحاله عشان يكون مطمئن للعمليه. وده اجراء بيحصل مع كل العمليات، انك ترجع للطبيب القلب عشان يكتب لك، يعني توكل على الله، عشان يكتب لك التوكل على الله ان انت تعمل العمليه بدون مشكله. واعتقد ان هي مش هتاثر في اي شيء، لان هي عملية من العمليات البسيطة
بنجريها حتى لمرضى اللي عندهم ضعف شديد بعض القلب، ممكن نجريها ان هي بتبقى بتكون بسيطه جدا. طيب دكتور، الطبيعي المعدل النبض الطبيعي لاي انسان بيكون قد ايه؟ وامتى لو زاد معدل النبض ده ابتدي اقلق، ولو قل معدل النبض ابتدي اقلق، واقلق امتى لو زاد ولا قل؟ يا ريت توضح لي بقى. استاذ هاني، السؤال مهم جدا وانا بحييك عليه، لان فعلا بنشوف ناس كتير قوي ماشيين عندهم مشاكل في ضربات القلب، وهم عارفين الارقام اللي هي ضربات القلب عندهم قد ايه عاليه او واطيه، وما يعرفوش اهميتها فعلا. هو ده محور حديث مهم جدا. ضربات القلب الطبيعيه طبيعي المفروض تكون ما بين 60 دقه في الدقيقه الواحده، وتوصل الانسان الطبيعي، في الانسان الطبيعي اللي هو الكبير من 60 الى 80 او توصل احيانا الى 90. ودراسات كتير جدا بتتكلم على ان نبض القلب السريع اللي فوق 80 او فوق 90، لقوا دراسات كتير جدا بتطلع ان مع المدى البعيد في خلال 10 سنين بتزيد عندهم معدل الاصابه بالازمات القلبيه. وكان نبض القلب الصحي كلما اقترب الى 70 او 60. وكل الرياضيين يعني اللي احنا بنعرفهم وبنشوفهم لما ييجوا لنا عشان نعمل لهم فحوصات ما قبل المباريات، او بنلاقي عندهم نبضهم 55 60. الرياضي ليه؟ لان نبضه واحده بس بتضخ دم الى الجسم، بتوصل بكفاءه جيده جدا الجسم الدم والاكسجين الى الجسم ببساطه وبهدوء. يكفي فقط 50 55 60، الايدل هو 60 افضل حاجه، 60 نبضه في الدقيقه. وده افضل حاجه 60 70. لكن لما بيكون 80 او 90 او 100 هنا بنقول لا، يفضل ان انت تراجع الطبيب. واحيانا بيكون نبض القلب سريع لاسباب كتير قوي، يعني مش شرط. يا ريت بقى نعرف ايه الاسباب اللي بتخلي القلب بتاعي نبضاته سريعه. هل الخوف؟ هل القلق؟ هل التوتر؟ هل لما بيبقى عندي مشكله المشكله دي بتاثر على نبضات القلب بتخلي دقاتي سريعه، بفكر كتير، كل الحاجات دي كلها تاثر على ان تخلي نبضات القلب بتاعي سريعه؟ يا ريت توضح لي بقى وتقول لي يعني التوتر بيكون سبب رئيسي؟ تمام. هو طبعا احنا بنشوف كتير قوي نلاقي الناس فعلا لما بيتعصبوا او بيتنرفزوا او بيكونوا مثلا في خناقه، لازم يكون رد فعل طبيعي الجسم ان هو يزود نبض القلب ويزود ضغط الدم كمان. وكأن الهدوء فيه كمان هدوء لنبض القلب. فأنت لما تهدى نبضك هيهدى، سبحان الله. وكأن النبض بيتفاعل مع الجسم، وكأن النبض بيتفاعل مع حياتك العملية. يعني إنسان طبيعته، طبيعة شغله وعمله كله توتر توتر ومشاكل وخناقات، والآن الآن طبيعة شخصيته قلق قلق على طول، تلاقيه دايما نبضه في سريع سريع، وبتلاقيه بيشتكي بقى، يبدا يشتكي من ضيق في النفس والم ونغزات، ويبدا يشتكي من السرعه، يقول لك انا حاسس بدقات قلب سريعه، يقول لك انا حاسس بان انا لما بمشي او لما بقعد شويه او لما باجي بنام بلاقي دقات قلب سريعه بحس بيها وببقى قلقان جدا عليها. بتحس من الانسان اللي يقول لك كده يشعر بيها، معناها ان هو في حاجه مش طبيعيه، لان طبيعه الانسان ان القلب شغال جوه انت مش حاسس بيه، انت مش تشعر بيه، ودي نعمه ربنا علينا سبحان الله. في جوه يعني حاجه شغاله، مصنع شغال، مصنع شغال، ونبض شغال، سبحان الله. انت حاسس بيه؟ لو انت حسيت اذا هنا في مشكله، مش مفروض تحس بيه. طبعا واحد بيلعب كوره، واحد بيجري، واحد بيتنطط، واحد بيطلع السلم، طبيعي جدا انه يحس بيه. احيانا بيكون في حاجات بسيطه جدا تزود نبض القلب، حاجات ممكن تكون طبيعيه جدا ويفتكر الانسان ان هي حاجه مرضيه، حاجه مثلا زي ان هو سخن لايا كان السبب، حاجه في اسنانه سخن عشانها، سخن لايا كان السبب، او عنده فقر دم، فقر الدم احيانا اللي هو الانيميا، ساعات بيكون في زياده في ضربات القلب، وبنشوفها كتير جدا في البنات والسيدات اللي هم اكلهم فيه مشكله، او الدوره الشهريه عندهم زياده شويه، فبيجي لهم عندهم فقر في الدم، فنلاقي عندهم زياده في ضربات القلب. السيده الحامل دايما السيده الحامل نبضها سريع وبتخاف، تقول هذا نبضي سريع، انا قلقانه، انا نبض المفروض نبضي يكون 70 80 90، ليه نبضي بقى 100؟ احيانا يكون ده طبيعي عند الحوامل. ففي حاجات فعلا بتكون طبيعيه
وده دورنا كأطباء وكعلمين توصلوا الرسالة دي. فتحية طيب. دكتور هناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. مدام آية تفضلي. ألو السلام عليكم حضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. سؤال حضرتك. أنا كنت عايزة من خلال برنامج حضرتك أوجه بس رسالة إلى وزير التربية والتعليم. احنا 36,000 معلم. طب بص حضرتك طب احنا المجال بتاعنا النهارده طبي، لا في سؤال ليكي طبي؟ يا ريت لو في سؤال طبي تحت امرك، اتفضلي يا فندم. طيب هو الاتصال اتقطع. طب هروح معاك يا دكتور هو في نقطة مهمة هي ذكرتها على 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 يعني عشان الثانوية العامة. كتير جدا في الفترة اللي احنا فيها دي دلوقتي بنشوف امهات متوترين جدا. طبعا الوالد متوتر جدا وبنلاقي تردد الاب والام في الفتره دي بالذات على الدكاتره وخصوصا اطباء القلب فعلا كتير. وتوصل مرحله للاسف بنلاقي فعلا ان الاب من كتر ما هو يعني متاثر تاثر شديد جدا بابنه او بوالده او ببنته بيكون فعلا يعني ضيقات قلبه سريعه وكانه هو اللي بيمتحن، كانه هو اللي مستني نتيجته. فللاسف بلاقي ناس بعد ما عرف نتيجته او نتيجه يعني ابنه او بنته او حتى سواء ايجابيه او سلبيه بالنسبه له، سواء الاثنين على فكره يعني ايجابيه او سلبيه فرح من كتر ما هو قاعد فتره الان 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 يبدا يحصل له ازمات قلبيه. ازمات قلبيه. السيده الفاضله اللي بتتكلم وهي قلقانه او متضايقه او ايا كان، هي في حرقه عندها ايا كان، انا متعاطف معاها وبشعر بيها وفاهم هي بتقول ايه، انما الشعور الزياده احيانا بيكون صحيح، ممكن تكون هي متضايقه، انما احيانا بيأثر بتأثر سلبي. مش عايزينها تطلع اللي جواها عشان نبضات قلبها ما تزيدش وتتسرع، فاحنا خلينا قلناها كلام طبي عشان تبقى تسمع وتحاول ان هي تهدى معانا. وكلامنا الطبي اللي احنا بنتكلم فيه ان هو احنا محتاجينك انت تكوني في اللحظه دي بالذات هاديه شويه وهاديه شويه وما تتاثريش باللي احنا فيه. الحياه هتتم وهتكمل وهتمشي في كل الاتجاهات. اهم حاجه نبضك ما يزيدش، ضغطك ما يزيدش، لان هو ده اللي احنا بنشوفه الايام دي. طيب هناخد خالد من الغربيه ونروح لحضرتك تاني. استاذ خالد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذي؟ اهلا وسهلا يا فندم. اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضل تحت امرك. الله يسلمك. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. الله يخليك. بعد اذنك، من فتره طويله يعني من سنين كنت ايام ما كنت في ثانوي رحت اكشف يعني وكده، فالضغط عندي كان مرتفع، فرحت لدكتور خبره كده اداني حب زي حبايه مهدئه وقال لي الضغط دوت عندك عصبي، ودي يعني في مرحله كده، وبعد كده كشفت على الضغط لقيته مظبوط. دلوقتي في المرحله دي انا عندي 47 سنه، لياقتي البدنيه عاليه قوي وطول عمري رياضي وكده، وما عمري ما اشتكيت من مهجان ولا حاجه، لكن لما اروح اتابع الضغط واشوف الجهاز بينتابني زي حاله خوف شديده وهلع، وبحس بنبضات القلب بتزيد، وبقيس الضغط فعلا بلاقيه عالي مع عدم وجود اي اعراض، يعني انا ممكن اجري الملعب لفات كتيره و اطلع السلم وانزل مفيش نهجان وي 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 وكده يعني. فهل في حاجه اسمها ضغط دم عصبي مع عدم وجود اعراض خالص، ولا ده ضغط دم مرضي مزمن، ولا عمري ما اشتكيت بالصداع خالص على فكره. الف سلام عليك والدكتور هيجاوبك يا استاذ خالد. حاضر. شكرا لحضرتك، شكرا لاتصالك. دكتور ضغط الدم، يعني في انسان بيبقى عنده فوبيا من ضغط الدم بقى، يعني هو بيقيس ضغط الدم بيحس ان هو في حاجه، بيفكر في حاجه ساعتها فبيبتدي الضغط يزيد عنده وبتدي ضربات القلب تزيد عنده. في ناس بتبقى كده فعلا. وطبعا مهم قوي ان نعرف الناس ضغط الدم عامل ازاي والطبيعي عامل ازاي، لان الطبيعي بتاع ضغط الدم الانسان الطبيعي بيكون ما بين 120-130 اللي فوق واللي تحت 70-80. يعني عشان نسهل على الناس، هو الافضل ضغط ممكن واحد يقيسه لمعظم الناس هو اقل من 140/90. فإذا كان أقل من 140/90 فمقبول بالنسبة لنا الضغط. طيب الضغط المرتفع اللي بيسموه الضغط العصبي هو ضغط مرتبط بالحياة اللي احنا فيها أو مرتبط بالشخص نفسه وحياته، التوتر، العصب. هو
طبيعته كده اهو، طبيعته فيها حميه، بيخاف بيقلق بيتوتر، فيبدا طبيعي زي ما من شويه قلنا النبض ممكن يزيد والضغط ممكن يزيد. هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. هل ده المفروض يستمر كثيرا؟ لا مش المفروض يستمر كثيرا، لان احنا قلنا من شويه الدراسات بتقول ان طول الواحد طبيعته تفكيره ان هو يكون بهذا الشكل ده بيأثر عن طريق غير مباشر على حياته، وكمان بيأثر على زيادة ضربات القلب وزيادة ضغط الدم اللي هو المفروض في الأول بيكون متوتر وقتيا، ضغط يعلى في أوقات معينة، فجأة يعلى باستمرار، يعلى باستمرار تبقى مريض ضغط خلاص. والغلطة الكبيرة اللي احنا بنشوفها ان الناس كتير قوي فاكرين ان مرض الضغط ده اصلا مرض فيه شكوى او ممكن تشتكي منه او لازم يجي لك صداع. عايز اقول لك ان 80% من مرضى الضغط ما عندهمش اصلا اي شكوى، وبالصدفه بيكتشفوا ضغطهم عالي في العياده في الطوارئ، بيكشف مثلا على عينيه، بيكشف على بطنه، يقيس الضغط يلاقيه مثلا 180 على 90، وهو اصلا ما بيشتكيش، هو اصلا ما بيشتكيش. اذا مرض الضغط هو مرض صامت، مرض صامت، واشاعه كبيره جدا انك تظن ان مرض الضغط هو لازم يتبعه شكوى. واحد يقول لي انا اول ما ضغط يعلى بحس بيه، مش شرط في الاول ممكن تحس بيه وممكن ما تحسش بيه وانت نايم. هتنام وانت نايم هتحس بيه ازاي؟ ممكن ضغطك بيعلى وانت نايم، ممكن ضغطك بيعلى لما تصحى من النوم مش هتعرف. اذا قياس الضغط لكل الناس اللي عندهم بوادر ضغط او ضغط عصبي باستمرار لغايه ما نتاكد ان انت مريض ضغط ولا لا. لو اتاكدنا مهم ان احنا ناخد ادويه. بعض الادويه بتحسن الضغط العصبي بجرعه صغيره بتمشي فيها كويس، بتلاقي نفسك معظم الوقت حالتك كويسه، نبضك كويس، حتى لو انت رياضي او بتعمل مجهود. دي حاجه، والحاجه الثانيه ان هي ملهاش علاقه بالشكوى. تمام. دكتور، القلب عند الرجال هل يختلف عن القلب عند النساء؟ او هناك اعراض للنساء لقلب النساء تختلف عن اعراض لقلب الرجل، ولا القلب سواء للرجل او المراه واحد؟ ده سؤال مهم جدا، لان احنا بنشوف كتير قوي يعني اختلاف ما بين الشكوى من الرجال والسيدات، حتى في الامراض الحقيقيه زي الازمات القلبيه. يعني متعارف على الازمه القلبيه ان هي تلاقي واحد كاتب ماسك ايديه على صدره يقول لك عندي وجع جامد في صدري، او قفشه في صدري، او حرقان في صدري. احيانا الكلام دوت بيكون واضح جدا عند الرجال، ودراسات كتير بتتكلم على ان الازمه القلبيه شكوتها، يمكن نتكلم عنها بالتفصيل، الشكوى بتاعتها المتعرف عليها بتبقى اوضح جدا في الرجال. في حين ان السيدات كتير جدا ممكن يفتكروا ان الشكوى اللي عندهم بعيده خالص عن الازمه القلبيه، وفي الاخر نكتشف ان هي ازمه قلبيه واضحه، لكن الشكوى مختلفه عن المتعارف عليه او الطبيعي. حتى ممكن كتير قوي بتروح عند الطبيب باطنه وتشتكي من الم في فم المعده، وساعات بتروح للطبيب عظام وتشتكي من الم في الكتف او الم في الظهر، مش الم في الصدر، لان يعني مش قادره تحدد اللي هو ممكن يكون فيه مشكله في القلب. ويبدا ان احنا نكتشف ان هي عندها فعلا ازمه قلبيه، والموضوع دوت بيبقى اكتر عند السيدات كبار السن. كبار السن بيبقى عندهم الشكوى بتطلع من عندهم، ما بتقدرش تعرف بصعوبه جدا تعرف هل هي دي ازمه قلبيه ولا لا. بنعرف طبعا بالفحوصات وبنكمل الصوره كامله، انما فعلا بنتوه عن بعض السيدات. او كمان السيدات نفسها بيجوا على نفسهم شويه، ودي نقطه مهمه قوي. بيجوا على نفسهم شويه. فلما بيجوا على نفسهم شويه بيبقوا مثلا مش عايزين يصحوا ازواجهم، لو مثلا جالهم الم او وجع او شكوى غريبه شويه، هتقول من شغل البيت مثلا، شغل البيت الم طبيعي، لا بيفتكروا ان دي حاجه ثانيه، فيبداوا ان هم يخافوا على ان هم البيت، ان هم ما يتحركوش او ما يلاقوش، فبيجوا على نفسهم شويه. تمام. طب دكتور، هناخد ايمان من الجيزه ونروح لحضرتك تاني. مدام ايمان اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتواصل مع الدكتور. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. انا لو سمعت، عندنا ضربات قلب دي سريعه جدا قوي على الاخر، والدكتور رحت للدكتور قلب قال لي عندك فوبيا من الخوف، ومشينا على برشام. عندها ايه؟ عندك خوف؟ عندك خوف؟ على برشام فوبيا من الخوف. ايوه. ومشينا على برشام اندرال 10. تمام. وبتعب دلوقتي، وبين ايه نغزه في صدري وبتسمع في ظهري. ايوه. وضربات قلبي سريعه، ورحت
كشفت بطنه قال لي عندك قرحه في المعده وفي القولون، قرصنه المعده. ايوه ايوه. وعندك مشاكل في العظم، هي ضربات قلب دي بتعلى قوي، بتبقى 89 ومره 70. لما بروح اكشف يعني واعمل رسم قلب او ضغط. تمام. طيب هيجاوبك الدكتور يا مدام ايمان، شكرا لاتصالك وتابعينا وان شاء الله الدكتور هيجاوبك. دكتور، ضربات القلب السريعه يعني هي بتتكلم برضه في ان ضربات القلب سريعه وان هي بتاخد دواء وان الدكتور كتب لها دواء لانه واضح ان في مشكله في ضربات القلب السريعه. هل تفضل يعني في التوتر بتاعها ولا تحاول من خلال الدواء اللي هي بتاخده العلاج ده ان هو بيساعد على ان ينظم ضربات القلب؟ حاضر. هو طبعا الشكوى اللي هي بتشتكيها ايمان هي منتشره جدا جدا يعني، وان احنا بنشوفها كتير في البنات والسيدات اللي هم من اول 18 لغايه 40. اكثر الناس اللي في المجموعه دي بنلاقي عندهم الشكوى دي. الشكوى دي عباره عن ايه؟ بتبقى الشخصيه نفسها مجهودها قل عن الفتره السابقه. يعني ما بقتش تعمل مجهود حركي زي زمان، بقى مجهودها دلوقتي مجهود ذهني اكتر، مجهود مليء بالتوتر والقلق، مجهود مليء بعدم النوم والارق، ما بتنامش كويس، بتلخبطها في الاكل، تبدا شعور عام ان هي مش طبيعيه، وتبدا ان هي تحس شويه احباط لان هي بدات مجهودها يقل ومشيها يقل واكلها يقل، فيحصل متلازمه كده مع بعضها، مجموعه من الشكاوي مع بعضها دايما بنلاقيها عند الناس دول. بتبقى على هيئه ممكن نقول اربع شكاوي. اول شكوى بتبقى عندها دايما لما تيجي تنام تحس ان اتقلب قلبها سريع، وخصوصا لما تيجي تستلقي على السرير بتشيل الهم كله بتاع بالليل، تيجي عند النوم تبدا تفكر، تبدا قلبها سريعه، تبدا تخاف، تبدا تخاف، تفتكر ان ده حاجه مشكله، لا ده هو جزء منه، هو الاجهاد الذهني اللي انت شايلاه كل طول اليوم. وتبدا تحس بخنقه، الخنقه ديت مش خنقه قلب، خنقه ارتجاع مريء، خنقه قولون عصبي، جهاز هضمي مرتبط ايضا بنفس الفكره، بتكون اعراض الذهني متشابهه يعني، بيبقى في تشابه في الاعراض بالظبط، وكانها متلازمه مع بعضها. بتيجي برضو مع هيئه نغزات في الكتف، نغزات في الظهر، تقول لك انا حاسس ان في سكينه كده بتسمع في الظهر. الحقيقه الشكاوى دي كلها مرتبطه بايه؟ مرتبطه اولا قد يكون بالاجهاد الفكري والذهني اللي بيخلي الواحد دايما قلقان ومتوتر ونومه مش كويس واكله متلخبط، فيبدا يقلل من اكله او يلخبط من اكله او ياكل مره في اليوم او ما ياكلش خالص، فيبدا يضعف بشكل عام، جسمه يضعف، يبدا يحس ان هو همدان على طول، واي مجهود يعمله يبقى بينهك شويه، يتكلم بالتليفون ينهك شويه. المجموعه دي كلها اللي بتحصل مع بعض، فيبدا الواحد حياته تتغير، يشعر ان انا مش زي الاول، انا كنت احسن. الحقيقه الحل دايما في المتلازمه دي كلها ان الشخص نفسه يخرج من المكان اللي هو فيه، يخرج من القعده اللي هو فيها، يخرج من بيته، يتحرك كتير، يتمشى كتير، يبدا ياكل كويس بانتظام، ينظم حياته، يبعد عن الحاجات اللي بتضايقه، يبعد عن الحاجات اللي بتنرفزه، يقلل من التوتر، يبدا ان هو ينظم اكله بطريقه سليمه، مش مره في اليوم وخلاص، حاجات بسيطه، يبدا يلعب رياضه، يبدا يتمشى، يبدا يلبس الكوتشي، يتحرك، الحاجات دي بتفرق، يغير ستايل الحياه يعني، بتفرق جدا. حاجات بسيطه بس هتلاقي كل الاعراض بيضت بتروح. البديل انها تفضل بتزيد لغايه ما يبدا الموضوع يعني خلاص تروح للدكتور، الدكتور ما فيش فايده، والموضوع كله ببساطه ابداي غيري او غيروا الفكر الاجهاد الذهني اللي موجود على طول. دكتور هروح معاك لنقطه مهمه جدا وهي ضعف عضله القلب. ضعف عضله القلب كثير بنسمع ان بيروح للطبيب بيشتكي يقول له عضله القلب ضعيفه. طب هل في اسباب معينه لضعف عضله القلب؟ يعني مثلا لما بنيجي نسمع في اللغه الشائعه يقول لك القلب ده حزين، او القلب ده مكسور، او القلب ده يعني حصل له صدمه. بيبان لما بتبقوا في عمليه من العمليات في القلب المفتوح، بتعرف اذا كان القلب ده حزين، او لما حد بيجي يكشف عندك في العياده وبيقول لك الشكوى بتاعته من خلال الفحص الطبي الشامل اللي بتعمله لحضرتك للقلب لهذا المريض، بيبان ان هذا المريض عنده مشكله، حزين،
في حاجة في حياته أثرت عليه بالتالي أثرت على القلب فأدت إلى ضعف في عضلة القلب؟ هو طبعا يعني احنا جيت على الجرح زي ما بيقولوا الجرح اللي احنا بنشوفه كتير مع الناس وخصوصا يمكن الفتره اللي فاتت ديت. واحنا قلت من شويه احنا ما كناش بنشوف ان ان الزعل بيجيب مشكله او ان الحزن القلب يبدا ان هو يتاثر بيه، انما احنا بنلاقي دلوقتي المشكله دي بتكون موجوده للاسف، بنلاقيها في الرجاله والستات وفي الشباب كمان دلوقتي، وبنلاقيها في الشباب كمان يمكن اكتر شويه في السيدات، انما هي فعلا موجوده وهي بتيجي على مراحل كتير جدا واسبابها كتير جدا، انما القلق والحزن والهم شويه ممكن نقول ان هو بيبدا ان هو ياثر على حاجات كتير جدا كلها بتصب في القلب. يعني لما تلاقي ان واحد مهموم باستمرار، حزين باستمرار، تلاقي الكوليسترول بتاعه بقى في السماء والكوليسترول يترسب على الشرايين فيقفل لك الشرايين، واحد تاني ضغطه يعلى جدا بسبب الحزن، هو اصلا ما يكونش عنده ضغط غير ضغط عصبي، فيبدا ان هو ضغطه يعلى فيبدا ياثر على شرايين القلب او ياثر على القلب فيحصل له ارتشاح رئوي ومع الوقت يحصل ضعف في عضله القلب. او واحد تاني يقول لك انا عندي على طول ارتفاع في السكر الدم مع ان ما باكلش يعني اكل فيه نشويات، انما هو حزين باستمرار فالسكر بتاعه مش متظبط، فالسكر لما يعلى ياثر على شرايين القلب فياثر على القلب فيحصل له مشكله في عضله القلب. اذا احنا بنتكلم على حاجات بسيطه جدا جدا بتاثر عن طريق غير مباشر الى ان تصل الى تاثر في عضله القلب اللي هي المضخه وتضعف، فالمضخه اللي هي المفروض توصل الدم للقلب بصوره جيده تبدا ان هي تضخ باضعف، فالدم ما يوصلش للجسم كله، فيبدا يشعر الانسان بضيق في النفس من اقل مجهود، يبدا يشعر ان وظيفته جسمه مش قادر يحركها كويس، ما بينامش كويس، ينام ينهج وهو نايم، يصحى من النوم على ضيق في النفس، يحصل ورم في رجليه، مجموعه من الشكاوي تظهر عليه بسبب ضعف عضله القلب. والاخبار بقى الوحشه اللي بتحصل، الخبر السيء اللي هو ممكن يجي الواحد يبقى يسمعه كده هو حزين يضايقه يتنرفز او يتصدم من حد، يعني يكون متعشم فيه قوي ويتصدم منه، كل الحاجات دي بتاثر علينا يعني وبتاثر على قلوبنا. صحيح. وكان القلب بيشعر بالانسان، يعني هو نكاد نقول هذه الجمله فعلا صحيحه، القلب فعلا بيشعر عن طريق غير مباشر عن طريق المخ طبعا، بس بيبدا يشعر فعلا ويبدا يحزن بجد. يعني في مرض معروف هو يمكن نادر شويه لكن بتحصل بنشوفه اسمه مرض انكسار قلب، وكان القلب ينكسر بالحزن، ينكسر بالهم، وبنشوفه اكتر في السيدات. تيجي سيده تشتكي من وجع في الصدر والم في الصدر، نعمل لها الفحوصات نفتكر ان هي عندها ازمه قلبيه ونشوف الشرايين عندها كويسه جدا كانها عندها ازمه قلبيه بالظبط ومشاكل في الشرايين، لكن بنلاقي الشرايين كويسه ونلاقي كل حاجه عندها كويسه، نكتشف ان هي عندها مشكلة. انكسار في عضله القلب، قلب الحزين بيسموه يعني، او متلازمه انكسار القلب، ده مرض طبي معروف هو نادر لكن احنا بنشوفه بنشوفه بسبب حزن الانسان وخصوصا السيده، او كان يعني طبقا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك رفقا بالقوارير وشبه القاروره يعني بالسيده لانها ممكن قاروره تنكسر، كانه بيوصف هذا المرض انكسار القلب، تشبيه جميل يا دكتور، القلب المنكسر سبحان الله. فلما حافظ على السيده حافظ عليها بتبدا فعلا تحافظ على قلبها، لان 5% من الناس اللي عندهم انكسار عضله القلب ممكن يحصل لهم وفاه للاسف. فانت قد ايه هي قلب السيده فعلا خفيف، وقد ايه ممكن تتاثر بكل بساطه بسبب حزن او خبر سيء او يعني خيانه او خبر مفزع. طيب هنروح الاتصال ونرجع لحضرتك تاني. ام محمد اتفضلي. ايوه لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا فندم. انا الضغط بتاعي بيعلى. طب ودلوقتي انا بتعب يعني بصدع. الضغط بيعلى. حاضر. وبتتعبي ايه؟ بصدع. اول الضغط بيعلى بتصدعي. تمام تمام. السن كام سنه يا ام محمد؟ سن 38. 38 68 38. نعم 38. حاضر هنجاوبك. حاضر خليكي معانا وهتسمع الاجابه من الدكتور. طبعا موضوع الضغط برضه يا دكتور، الضغط بيعلى و38 سنه يعني السن صغير برضه مش كبير. صحيح.
بس هل ممكن يكون ده راجع لضغوط بتساعد على ان الضغط يعلى او اكلات معينه يا دكتور؟ يعني انا عشان نسهل على الناس لازم طبعا يبقى عارفين ان احنا لما نيجي نقيس الضغط نقيس الضغط بطريقه سليمه وصحيحه. يعني المفروض نقيسه في واحنا في اي صيدليه هنروحها، او لو جبنا جهاز ضغط ممكن نقيسه واحنا قاعدين، فلازم نكون قاعدين ولازم نكون قبل الاكل مش بعد الاكل. ودايما نقيس الضغط يعني واحنا هاديين 5 دقائق 10 دقائق مرتاحين على الكرسي وبعدين نقيس الضغط. لو قيسنا الضغط واحنا واقفين، لو قيسنا الضغط على اللبس، لو قيسنا الضغط بعد الاكل بيختلف، بيبدا يعلى فيفتكر الانسان ان ضغطه عالي. لو اتخانقت او اتنرفزت او زعلت او ضايقت وقيست الضغط هيطلع عالي، طبيعي يطلع عالي. اذا لازم نتاكد اولا ان قياس الضغط سليم ومعمول بطريقه سليمه وبجهاز كويس. الحاجه الثانيه، احيانا الانسان الطبيعي لما بيكون نازل على السلم بيجري او بيعمل مشوار او سمع خبر مش ظريف ضغطه يعلى. فنبدا نقيس الضغط، طب ما هو هيكون عالي طبيعي جدا. رد فعل طبيعي. عشان كده لازم نقيس الضغط لما نكون مستريحين على الاقل من 5 دقائق ل10 دقائق. احيانا بيكون واحد واكل اكله تقيله جدا، يعني واكل مثلا حاجات فيها مخلل او زيتون او مش او جبنه اسطنبولي، حوادق عموما اللي هي اللي فيها حوادق او جبنه قديمه او كل جبن الصفرة كلها، احيانا ده بيكون هو واحد عنده اصلا ضغط وماشي على دواء ضغط، وكل المطلوب منه بس ان هو يقلل او يمنع هذه النوعيه من الطعام. تفرق جدا لو انت مثلا كلت الزيتون او 2 زيتونيه او مخلل واحده، بتقول لا دي حاجه بسيطه، لا بتعلي الضغط وبتخليه فعلا مرتفع. وانا مش بطلب من اي حد ان هو يقلل الملح في الاكل او يمنعه، لا خليه طبيعي، لكن ما ياخدش الحاجات الزياده اللي ممكن تاثر على قياس الضغط وبتخليه طبيعي لازم يعلى. اذا القلق والتوتر بيعلي الضغط، التفكير بالطريقه دي تعلي الضغط، قياس الغلط لازم يكون قياس صحيح عشان ما يكونش الضغط عالي عن طريق قياس خاطئ. وكمان طبيعه الاكل اللي احنا هناكلها لازم تكون سليمه. اذا قيسنا الضغط بالشكل الصحيح وفي ظل الظروف اللي احنا قلناها الطعام الطبيعي ده ولقيناه عالي، طبعا من هنا في الحاله دي بنضطر ان احنا نحسن بعض الامور الوظيفيه للانسان اللي ممكن عن طريقها نحسن الضغط. بمعنى إذا كان الوزن زاد شوية خلال الفترة اللي فاتت، مثلا واحد زاد بسبب الكورونا قعد كتير في البيت، قعدنا سنة سنتين وزنه زاد 10 15 20 كيلو، أنت مطالب إن أنت تنزل الضغط دوت، لأن الوزن ده لأن فعلا تم إثبات إن زيادة الوزن بيزود الضغط. كل ما زودت من قصد 5 كيلو أنت بتقلل 10 درجات. واحد ضغطه مثلا 150 أول ما تنزل 5 كيلو بيوصل 140 من غير دواء ضغط، من غير دواء ضغط. اذا سهل قوي ان انت تعمل 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو تلاقي نفسك خلال 6 شهور ما بتاخدش اصلا دواء ضغط. كتير جدا من الناس فاكرين ان هم لما ياخدوا دواء ضغط هيستمروا طول عمرهم وكانه مخدرات مثلا، كانه حاجه هياخدها مش هيبطلها. اذا ممكن في يجي في وقت ان انا اتوقف عن ممكن مع متابعه الطبيب، مع تظبيط الحياه العامه، مع تظبيط الوزن، مع ممارسه الرياضه ترجع لطبيعتك كتير تاني. جدا بيوقفوا دواء الضغط، وياما وقفنا ادويه الضغط المرضى وكان الموضوع سهل عليهم، وياما زودنا لان هم زودوا كل حاجه ولخبطوا في كل حاجه. فنلاقي نفسنا بنزود خير الامور الوسط يعني. طيب دكتور هروح معاك لحاجه مهمه جدا بنحس بيها سواء كنا شباب او رجال او نساء، بيقول لك انا بحس برفرفه في قلبي. الرفرفه دي يعني وسموها رفرفه ليه؟ يعني ايه المصطلح اللي بقى دارج دلوقتي يقول لك في رفرفه في القلب؟ هل ده من الفرح ولا هل ده بيكون ناشئ عن في قلق او في حاجه حصلت جوه القلب ادت الى عدم انتظام ضربات القلب وحصلت من خلال هذه الرفرفه؟ يعني توضح لي وتقول لي يعني ايه الرفرفه دي. ناس بتبقى فرحانه او تقول لك ده القلب بيرفرف من الفرحه. طب هل القلب بيرفرف من الفرحه دي يعني دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ يا ريت توضحها. هو يعني انا سعيد بالتوصيف ده، وهو فعلا وصف حقيقي، الرفرفه القلبيه اللي الانسان بيشعر بيها. يعني هو احنا قلنا من شويه ان طبيعه الانسان لا يشعر بالقلب ولا يشعر بضربات القلب ولا يشعر بالرفرفه دي اصلا. فلما واحد يقول لك انا قلبي بيرفرف سواء ايجابي او سلبي، سواء بالفرح او بالزعل، سواء بمرض او غير مرض، ده حاجه مش طبيعيه. مش طبيعي اي حد يشعر بان قلبه بينبض
او يشعر بالشكوى دي ويكون انسان طبيعي. فانا وانت قاعدين دلوقتي مش حاسين ان قلبنا بيتحرك او بينبض او بيرفرف، انما اللي ممكن الطبيعي اي حد يحسه ان لما بيجري بيحس ان قلبه بيرفرف، لما بيتخانق بيحس ان قلبه بيرفرف، لما بيضحك ويهرج وبتاع لا بقت قلبه سريعه، شاف حد بيحبه بالظبط، حد شاف حاجه، شاف خبر حلو جدا قلبه يرفرف، العكس يرفرف. اذا في حاجات طبيعيه بتحصل، انما هو الرفرفه هو اللي بنتكلم فيه، الاحساس الطبيعي اللي انا حاسه انا وانت واحنا قاعدين بدون كل الحاجات ديت، لو انت حسيتها فده مش طبيعي، فده مش طبيعي. اذا الشكوى اللي احنا حسيناها لازم تحترم. ولما واحد يقول لك انا حاسس بدقات قلب سريعه او لخبطه في ضربات القلب او دقتين او سحبه او بيحصل سحبات او بيحصل معايا وانا نايم بصحى من النوم على ضربات قلب سريعه، او لما اكون مثلا مع اصحابي او قاعد معاهم وفجاه بلاقي ضربات قلب سريعه وهبوط وبهبط، او بيحس ان في مشكله في ضربات القلب لما يجي يتحرك او لما يجي يتمشى او لما يمشي مجهود بسيط يلاقي دقات قلب سريعه جدا. اذا في حاجات فعلا لازم ناخدها بالجديه الكامله اذا شعرنا بيها، شعرت بضربات القلب في غير اللي انا قلته فده شيء مش طبيعي، ولازم نكشف ولازم نعمل رسم قلب موجات صوتيه ونكشف عن طبيب القلب، نطمن ايه سبب ضربات القلب وايه سبب الرفرفه اللي بنحس بيها، هل هي رفرفه طبيعيه، هل هي غير طبيعيه، هل في لخبطه في ضربات القلب. اسباب كتير جدا تؤدي الى مشاكل في ضربات القلب، علم كبير، علم كامل هذا الكهرباء الطبيعيه اللي بتمشي في القلب. دكتور، هل رسم القلب، رسم القلب سواء بمجهود او غير مجهود، هل بيوضح ان القلب فيه مشكله، ولا ممكن رسم القلب ما يوضحليش ان فيه مشكله ويبقى وجوه فيه مشكله فعلا في القلب ورسم القلب وضح لك ان الرسم البياني للقلب عادي جدا وما فيش مشكله فيه، ولكن لو جينا كشفنا باجهزه اخرى بيبان ان في مشكله في القلب؟ اذا رسم القلب بيبين لي بنسبه كام اطمن لي، وبنسبه قد ايه لا احاول اشوف حاجه تانية؟ هو احنا يعني بنسال السؤال ده دايما للطلبه لما نيجي ندرسهم ونعلمهم رسم القلب، ودايما بنقول لهم سبحان الله. السؤال يعني ده كويس ولا لا؟ السؤال ده يعني كانك بتسال سؤال طبيب حقيقي. اتفضل. ففعلا هو رسم القلب دوت ممكن يغنيك او يخليك تشخص المرض حقيقي، دي مشكله كبيره بنلاقيها حتى مع ناس كتير. من شويه كلمني حد مريض قال لي انا هبعت لك رسم قلب عن طريق الواتساب وانت صديقي وعايز ابعت لك الرسم وتشوفه رايك فيه. الحقيقي بكل بساطه بقول له اوعى تعتمد على رسم القلب، رسم القلب ممكن يكون زي الفل انما انت مش زي الفل. اذا في ناس كتير جدا بتعمل رسم قلب وهوب وتمشي زي الفل وخلاص، انا حد قال لي ان هو كويس انا سواء مجهود او بالمجهود او غير المجهود يعني الاوقع طبعا رسم القلب عادي، حتى رسم قلب مجهود احيانا بيكون كتير جدا غير دقيق للاسف شديد. اذا احنا بنتكلم على ان رسم القلب العادي اللي بيتعمل كتير جدا جدا ممكن يكون طبيعي وممكن يكون الانسان مريض فعلا بمرض القلب. وبنقول للانسان دايما او بنعلم الطلبه نقول لهم لا تعتمد على رسم القلب، اعتمد في البدايه على المريض نفسه. الشكوى اللي بتطلع من المريض ناخدها في منتهى الاهميه. قد تكون ساعات بنطلع التشخيص من المريض وبنقول له انت محتاج تعمل عمليه قبل ما نعمل رسم قلب، قبل ما نعمل موجات صوتيه القلب، قبل ما نعمل اي شيء. صحيح هو لازم نعمل كل الفحوصات دي عشان نطمن، انما ساعات بنبقى عارفين ومشخصين بمجرد ما المريض نفسه قال كلمته في كلمه معينه بتبقى عارف ان من خلالها خلاص فهمت فعلا بقى. فهم نفهم منه الشكوى وبنقول له انت محتاج تعمل حاجه تدخل الان، انت عندك مشكله الان، لازم نطمن الان، ساعات بنوديه المستشفى الان حتى لو كان رسم القلب بتاعه طبيعي، مش شرط ابدا يكون فيه مشكله. تمام. صحيح هو حاجه مساعده لكن مش ضروري ان احنا نعتمد عليه. طيب هناخد خالد ونروح لحضرتك تاني. استاذ خالد اتفضل. الو. اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا كانت المدام عندي تعبت وبتجيلها زي الوسع دايما. اتفضل يا فندم. ف يعني وديناها اخر مره للدكتور، فالدكتور كده عمل لها رسم قلب واشعه تلفزيونيه على فم المعده وكده، كانت بتاخد علاج للضغط والسكر، فغير لها علاج الضغط
وخلاها تلغي في الشام كان بتاخده عند القلب توقفوا لها. فالمهم بقى لما احنا جاب لها لجنه الضغط وكده فكان بيهيج معدتها ويحس ان هي ترجع ويعمل لها الم في المعده. تمام. الشكوى ايه دلوقتي؟ الشكوى دلوقتي ان استمرار في العمليه الازمه ديت اللي بتجيلها كل فتره يعني دكتور قال مفيش حاجه. تمام. وعلاقات قلبها كويسه وبعيده عن الزعل. طيب انت بس ما تزعلهاش وهي هتبقى زي الفل والدكتور هيجاوبك. شكرا لاتصالك يا استاذ خالد. حضرتك سمعت ال هو طبعا الاستاذ خالد بيتكلم في يعني سؤال برضه بنشوفه كتير قوي. احنا احيانا بعض الادويه فعلا بتكون صعبه على الواحد ان هو ياخدها. يعني بياخد دواء بيحصل منه مضاعفات. يعني مش كل الناس ينفع ياخدوا نفس العلاج. في علاج ينفع مع ناس وواحد تاني يكون مثلا معاه في البيت ياخد علاج تاني. والاثنين عندهم ضغط مثلا، ده بيتعب من دواء ده بيرتاح على الدواء دوت. كل واحد غير التاني، مش كل واحد نفس العلاج بياخده. فاحيانا بيكون سبب المشكله هي ان بيكون عنده مشكله او عندها مشكله في المريء او ارتجاع المريء او الجهاز الهضمي. ساعتها بعض الادويه فعلا ممكن تؤثر على المعده، وساعتها بنلجا الى تدخل طبيب متخصص في الجهاز الهضمي، وساعات بنلجا الى عمل منظار على المعده من الطبيب البطنه عشان نتاكد ان مفيش قرحات او مفيش مشاكل في المعده هي اللي مسببه الشكوى من الاساس. عشان كده هي احتمال كبير يكون الشكوى عندها اصلا من الجهاز الهضمي. وزي ما قلنا الجهاز الهضمي يعني ساعات بيكون الجهاز العظمي يعني قولون عصبي، يعني ساعات بيكون الاجهاد الذهني يؤثر على النقطه دي على الجهاز الهضمي، فتبدا تشتكي من اي شكوى لما تاكل حاجه او لما تاخد اي ادويه. دكتور شريف قدامنا دقيقه بس، من خلال حضرتك وبرنامجنا روشيتا هتديني روشيتا مهمه جدا ازاي اتعامل مع الازمات القلبيه في البيت. لو حد جاله أزمة قلبية في البيت نايم وصحي قلبه وجعه، إيه اللي ممكن يكون موجود في البيت؟ لكل بيت دواء يكون موجود معين بحيث لو حصلت الأزمة ياخده عشان ما تجيش غلطة إلى أن يذهب إلى الطبيب أو المستشفى. يعمل إيه؟ يعني عايزين نقول لهم في البيت كده تعملوا إيه لو حصل أزمة سواء للرجل أو للمرأة. أي مريض شعر بوجع في الصدر أو ألم في الصدر أو قفش في الصدر أو حرقان، بيكون معاه عرق او بيكون معاه ضيق في النفس شديد جدا ويشعر ان هو خلاص يعني بيدوخ او بيبدا يغمى عليه او يفقد الوعي او بدا ان هو يشعر بغثيان، الموضوع دوت محتاج منك اول حاجه تعملها ان انت تتوجه الى المستشفى. التوجه الى المستشفى في السرعه سريعه جدا انك تطلب رقم الاسعاف، ولازم كلنا نعرف رقم الاسعاف. رقم الاسعاف فعلا في مصر جيد جدا، والاسعاف بيجي بسرعه، ما زال هذه الخدمه جيده جدا في مصر. رقمها 1 2 3، ارفع السماعه كلم الاسعاف اطلب فورا هيجي لك، اتحرك للمستشفى. اذا كانت دي ازمه قلبيه فالوقت بالنسبه لنا في منتهى الخطوره، ما تقولش تاني يوم هروح للدكتور لما استريح شويه. لا انت تعبان، انت تعبان دلوقتي، انت بتنهك، انت عندك الم، انت عندك قفش في صدرك، انت عندك حرقان في صدرك، انت تعبان، ممكن قلبك يتوقف، ممكن تفقد عضلة القلب لو تأخرت أكتر من 3 ساعات على المستشفى. لو أنت فضلت تعبان بالطريقة ديت بتفقد جزء كبير من عضلة القلب، وممكن تفقد 50 أو 60% من كفاءة عضلة القلب ويحصل عندك ضعف شديد. إذا التوجه إلى المستشفى أو أقرب مستشفى في سرعة جدا هو أهم حاجة، يا إما بعربية سريعة يا إما بالإسعاف في منتهى السرعة. حاجة تانية سهل قوي ان انت تعمل، تاخد اسبرين اطفال تقرقشهم جرعتهم 75 ملي جرام، تقرقشهم 4 اقراص وانت رايح المستشفى. بيعملوا سيولة شوية دي 30% بتقلل من الجلطات او بتقلل من حدوث ضعف في عضلة القلب او مضاعفات لعضلة القلب. 4 اقراص تقرقشهم اسبرين 75 ملي جرام تاخدهم وانت في البيت او انت رايح بالاسعاف او انت رايح بالعربية في اي صيدلية تاخدهم 4 قراش تقرقشهم اسبرين اطفال. دي حل سحري وحل مهم جدا، بس تاخد بالك ده بيبقى اكتر للناس اللي عندهم سكر وضغط وكوليسترول وبيدخنوا وعندهم قابليه او عندهم عرضه اكتر للازمات القلبيه. دكتور شريف انا بشكر حضرتك، الحوار كان معاك شيق جدا وممتع جدا، وادينا معلومات
غزيرة وكثيرة جدا للسادة المشاهدين ازاي يتصرفوا مع ازمات القلب والقلب الحزين والقلب المكسور، وعرفنا القلب ايه. انا بشكر حضرتك وعلى امل وعد ان انت تكون معانا ان شاء الله في حلقات اخرى، لان القلب محتاج كتير جدا. شرفتيني النهارده دكتور شريف، وعلى امل وعد تكون معانا ان شاء الله في حلقات اخرى. شكرا لك يا استاذ هاني. اعزائي المشاهدين، لا يسعني نتقدم بالشكر في نهايه هذه الحلقه للدكتور شريف حسين، استشاري القلب والاوعيه الدمويه. يا رب حلقتنا تكون عجبتكم النهارده، اتكلمنا عن القلب وكل مشاكل القلب. يا رب يشفي كل مريض، ولا قلب يتكسر تاني، ولا قلب يحزن تاني، وكل القلوب تكون سليمة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، على أمل ووعد أن يتجدد اللقاء معكم في حلقات أخرى. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.